نقول لكم على حاجه، حنا في الجزائر عمر ما كلينا بسطيله، ما كنعرفوهاش، محنشه ما كنعرفوهاش، الدجاج محمر ما كنعرفوش. اما باش يقولوا القفطان المغربي هو جزائري، لا علاقه. ولكن القفطان ما شفنا قفطان عند حتى شي حد، لا في شي حضور ولا حنا لبسناهم. وحتى داك القفطان هما اللي كيقولوا عليه قفطان، راه حنا عندنا تكشيطه، يعني مي كتكون دو بياس كيتسمى تكشيطه، ومي كيكون اون سول بياس كيكون قفطان. يعني كل حاجه واسمها. حنا عشنا في الجزائر عمرو القفطان ما شفناه وما عرفناه، وحتى واحد ما كان كيلبسوا لا جلابه ولا قفطان. عندي فئه زعما صراحه هاد لا شهاده حق كيشريو قفطان مغربي وكيشكروه واخا هما جزائريين، كنسردوه لهم على اسبانيا، وعاد كي هما كيوصلوا من اسبانيا للجزائر باش القفطان باش يدوز عليه، باش يدوز عليه. عندنا مولات الطفيره بوحده، انا مولات العقاد بوحدو، اللي كبرم لك تراسن هو المعلم اللي كيخدمو ياك. عندنا معلم اخر اللي كيزوقو، لان اللي كيخدم السامبل ماشي هو اللي كيزوق، فهمتي؟ عاد كيتبطل نقول لك. القفطان حنا ديما كنعرفوه مغربي. مؤخرا هاد الضجه هذه اللي نضت على القفطان المغربي استغربنا، جاتنا شي حاجه غريبه ان الناس كتقول قفطان جزائري. حنا كنا كنقولوا قفطان مغربي غير عادي، توالفنا كنقولوها، ولكن دابا ملي كتسمع قفطان جزائري كيجيني شي حاجه اللي ماشي عاديه، لان ملي كتهضر على القفطان راه كتهضر على الضفيره، كتهضر على السفيفه، كتهضر على العقاد. حنا عندنا معلمه العقاد، عندنا معلمه ديال الضفيره، السفيفه راه كانت كتخدم باليد بالطريقه ديالها. ماشي غادي نجي نقول قفطان مغربي وغادي ندفع كوموند لواحد الدوله مغربيه ونقول قفطان جزائري. فهمتي؟ حنا اليد العامله راه كلها عندنا هنايا. انا على حسب الدراسه ديالي، على حسب شنو اكتشفت، لا دراز ولا خدمه ولا سفيفه ولا عقاد. ولا العقاد مؤخرا كان عندنا مشاكل بزاف في العقاد، كيكون الضغط ما كيوجدوش. شتي الشينوا اخترعوا كل شيء في هاد الدومين، هذا دخلوا فيه، حاولوا يطوروه. مرمد اليد رجعت كتخدم بالماكينه، الضفيره كتخدم بالماكينه، رغم ان كل شيء كان كيتخدم باليد رجع كيتخدم، الا العقاد ما قدروش يخدموه. واخا بغاو يطوروا ما طوروهمش، يعني شي حاجه اللي يدويه وديالنا حنايا، موروث ديالنا، موروث ديالنا. مستحيل عروسه او لا عرس ما لبسوش حنا قفطان مغربي، هذه شي حاجه اللي مستحيله. الخليج ولا هذا عندهم الكساوي ديالهم، اوروبا وداك الشيء عندهم لي غوب سواغي ديالهم. حنا عندنا قفطان مغربي ديالنا، وعندنا في بزاف ديال الحاجات، عندنا الراندا، قفطان الراندا بوحدو، عندنا الجلابه بوحديتها، جبادور بوحدو، تكشيطه، القفطان اللي مغلف، يعني عندنا بزاف، يا ماشي غير قفطان. وحتى داك القفطان هما اللي كيقولوا عليه قفطان، راه حنا عندنا تكشيطه، يعني مي كتكون دو بياس كيتسمى تكشيطه، ومي كيكون اون سول بياس كيكون قفطان. يعني كل حاجه واسمها. عندي فئه زعما الصراحه هاد لا شهاده حق كيشريو قفطان مغربي وكيشكروه، واخا هما جزائريين، كنسردوه لهم على اسبانيا، وعاد كي هما كيوصلوا من اسبانيا للجزائر. ما عندناش الحدود مفتوحه وما كاينش تصدير، ولكن لا ليفريزون كتتم على اسبانيا، كيعطونا دغيس على اسبانيا عاد هما كتوصل لهم. يعني كيوصل لهم بواحد الثمن اللي هو غالي. غالي. حنا عشنا في الجزائر عمرو القفطان ما شفناه وما عرفناه، وحتى واحد ما كان كيلبسو لا جلابه ولا قفطان. واخا كنا كنجيو المغرب، نالي جي بوتينا كنجيو المغرب، كنشرو جلابه كنخليوها هنا وكنمشيو كنعاود نديرو الحيك ديالو. ما كاينش جلابه، ما كاينش قفطان، ما كاين والو. شنو كان اللباس التقليدي ديالهم داك الساعه؟ البلوزه في داك الوقت عاد ما كانتش، في الوقت اللي حنا كنا تما ما كانتش ديك البلوزه بالحجر بزاف وداك الشيء. كانت بلوزه عاديه بلي بلي بشويه د بتيت بيرل هكذا وصافي. وكانت واحد عاود كانوا كيخدموها بديك الزوزو ديك الصغير داك، ولا كيخدموها بالسمق داك العديسات. هادو كانوا كيخدموهم، وكل مرا كتخدم الثوب ديالها وكتدفعو كيتخيط.
واش كان ضروري حتى هما كيحضروا به العراسات هكا فحال المغرب ضروري كلشي كيكون بالقفطان والباس؟ ما كاش قفطان لا زعما البلوزه واش كان ضروري كيلبسوها في الباس في العراسات؟ ما كاش لباس اخر، ما عندك البلوزه وانتينا على حسب الثوب ديالها على حسب الخياطه ديالها وعلى حسب الثمن ديال الثوب ديالها بحال هنا. كل واحد بالبلوزه ديالو. كل واحد الكراكو كانوا كيلبسوا الكراكو؟ لا احنا جهه وهران ما كانش الكراكو، الكراكو من جهه العاصمه هذاك الشيء ديال العثمانيين، وما كانوا مستعمرين العثمانيين شي 300 عام تما، وخلاو داك البصمه ديال العثمانيين تما عندهم. ولكن احنا من جهه وهران وكل شيء البلوزه. اول مره اللي غادي يشوف قفطان الجزائر. احنا كنا في الجزائر وكان عندنا القنصليه في وهران وكان عندنا القنصليه في بالعباس، هذا ذكرني راجلي البارح بها، وعرضونا باسكو هو الراجل ديالي كان عنده التجاره وكل شيء، وكانوا عرضونا. وهذيك المره الاولى اللي غادي نشوف في القنصليه ديال المغرب ديالنا العائله المغربيه لابسين قفاطن، وهذيك ليبوك ديال الستينات كان عندهم داك القفاطن مفتوحين حتى فوق الرقبه هنا، وكان جاتني غريبه اللي شفنا القفطان مفتوح باسكو حنا كان عندنا ديك بلوزه واسعه فحال، ولكن قفاطن ما شفنا قفاطن عند حتى شي حد لا في شي حضور ولا حنا لبسناه. وغادي نقول لك واحد الحاجه، حنا في الجزائر عمرنا ما كلينا بسطيله، ما كنعرفوهاش محنشه، ما كنعرفوهاش. دابا رجعوا هما اللي قال لك هما علموه الدجاج محمر ما كنعرفوش. انا كنقول لك ليك من بعد 75 والله اعلم شي، ولكن الاساس هو قبل 75 فهمتي. اللي ما كانتش قبل ما غاديش من بعد، لا كانت شي حاجه هي ماشي هي هذيك. كنجيو فحال اللي كنمشيو للخارج، كنجيو نتقضى ونشري ونديرو. ما كنتي كتجي من الجزائر؟ حتى مطيشه كان الفلفله، كنجيو للمغرب كتكون بلا وقت، وتما كخصك من الموسم الموسم الا كليتي فلفله. اللي كيفهم في القفطان راه بزاف باش تقول هذا قفطان، هادشي ديال المهم الخياطه ديال الماكينه والسواق اللي كنقولوا حنايا راه هرس القفطان. علاش كنقول لك حنا الصانع ديال اليد ولا الطرازه ديال اليد ولا داكشي راه بداو كينضطروا، لان هاد عصر السرعه كتجبر كتقول لك قفطان مخدوم بالسقالي الحور والحجر مزيانين والتزرباطي وداكشي، كتجبر داكشي راه ما كاين منه حتى شي حاجه. القفطان ده بصح واللي كيفهم في الخياطه ده بصح راه فرق كبير، يعني باش تخدم جوج طفاير وتهبط معاهم جوج تراس رقاقين على دارها وتعمل ديك الدبانه رقيقه ولا هذا ولا ديك العقيده عين عقده داكشي متول لاصق في بعضه، خصك تكون حرفيه ابا عن جد. وعاد هاد الناس ديال الحرفه، انا كنهضر على الحرفيين اللي كيكونوا شغوفين بهذا الميدان، هذا اغلبيه كتجبرهم خداوها ابا عن جد، واللي هما قله ماشي لا بداو كيندثروا، ماشي قله بداو كيندثروا، لان السيد باش يخدم في اليد بياسة اليد غادي يجلس المعلم يخدمه خصو على الاقل 4 ايام ولا باش يخدم لك جلابه ضفيره وعقيدات داكشي على دار رقيق، غادي يمشي للمعمل غادي تصدق له حسن ما كتسلكوش حاليا الله يحسن العون، اولا غادي يخدم بالماكينه شحال من صانع ديال اليد تحول لصانع ديال الماكينه، لان الماكينه يخدم 4 5 البياسات ولا حتى 10. كانت واحد السيده كليانة المهم هي متابعه ديالي في الانستغرام، كانت المهم كتتبع لا باج ديالي وعندها الولد ديالها اللي هو معروف عنده بزاف ديال الملايين ديال المتابعين في في, في اليوتيوب ولا في الانستغرام، وقرب العرس ديال البنه وكانت شاغوفه انا تلبس القفطان المغربي، فعرضت عليها قلت لها انا نسرد لك قفطان مغربي من عندي من التصميم ديالي، وكانت شافت واحد القفطان عجبها بزاف فصيفطت لها، نضت واحد الضجه، يعني هما اصلا كانوا عملوا تقاليد ديال ديك العرس هذاك ليله الحنة بقفطان مغربي، وهذا واحد الهجوم كان ماشي عادي فهمتي، ولكن السيده كانت مستوى عالي. الهجوم شنو فيه؟ ان القفطان هذاك ماشي مغربي، هذاك قفطان جزائري، وعلاش كتسرقوا التراث الناس وهذا، يعني بزاف ديال الحاجات اللي تفاجئ على كل شيء زعما ماشي. لبساته بكل فرح وجهها كي حمق، كانت اميره في ديك العرس هذاك، وكان واحد الاقبال كبير على ديك، زادت عرفت هي بالقفطان المغربي في ديك الوسط هذاك. كل ما هو مغربي راه هو مغربي، ما يمكنش ياخذوا شي واحد اخر، راه هو مغربي. اذا جينا نعملوا غير واحد الملاحظه بان بالنسبه للزواق ديال المعلم ما غتلقاه لا في الجزائر ولا في تونس ولا في ليبيا ولا حتى شي حاجه، خصوصا المغرب بوحدو هو اللي عنده زواق ديال المعلم، هو اللي كاين. كل بلاد عندها تقاليد ديالها،
الجزائر عندهم القفطان ديالهم، راه عندهم القفطان ديالهم، ولكن بالنسبه لنا القفطان المغربي ما يمكنش يكون ديال الجزائر، من المستحيل. بحال اللي قالت الاستاذه نعمار، طفيره العقاد واخا حاولوا يقلدوهم ويعملوهم راه ما وصلوش ديك لاكاليتي اللي كاينه في المغرب. عليه اسمع، باش القفطان باش يدوز عليه، باش يدوز عليه، عندنا مولات الطفيره بوحده، عندنا مولات العقاد بوحده، اللي كيبرم لك تراسن هو المعلم اللي كيخدمو ياك، عندنا معلم اخر اللي كيزوقو، لان اللي كيخدم السامبل ماشي هو اللي كيزوق، فهمتي؟ عاد كيتبطن. قول دابا هذا بالنسبه، هذا اللي هو العادي التقليدي اللي كان قبل، اما دابا راه كيدوز لك مراحل كثار. هذيك الطرز هذا كينبت بالحجار، هذا اللي كيصفي اللي كيزول لك العقاد، وهذا فعلا سنوات وانا في هذا المجال هذا، تخرجوا من عندي اجيال. نقدر نقول لك هذه راها واحد 23 سنه وانا في هذا المجال هذا، دوس من مدرسه لمدرسه افواج تخرجوا من هذا، ودائما كان عندنا القفطان المغربي في العالم. عملت معارض خارج على برا، لا في بروكسل ولا في امستردام ولا في فرنسا ولا في ايطاليا، ولا عملت معارض كثيره. عمرك سمعت هذا الجدل اصلا؟ ما عمرنا سمعنا بان هذا القفطان مقتبس من الجزائر او لا، عرفنا بان القفطان المغربي. اخر ديفيلي كنا عملناه في ايطاليا، واحد الاقبال ما نقولكش كيفاش كان، وماشي من عندنا، ماشي من الجاليه المغربيه، خلينا من الجاليه المغربيه، ولكن الاجانب. الاجانب عرفتي تبهروا بديك القفطان، تبهروا فعلا بالقفطان، كيجيو كيسقسيو واش هذا فعلا. دخلنا تحسينات، دخلنا تغييرات، عصرناه، ما بقاش، لان القفطان اللي كنعرفوا حنايا بحال اللي قلنا، القفطان كان في العصر الثاني عشر، وشكون اللي كان كيلبسوا؟ كانوا كيلبسوا في السلاطينه، كان السلاطينه من اللي ما عمرك كنتي كتشوف السلطان بالسروال والقمجه، دائما كان كيتلبس القفطان. شويه شويه بداو كيلبسوا له الدفينه فوق منه، كان القفطان بوحده بيسه وحده، ولكن من بعد بدات كتلبس الدفينه فوق منه. وهذا الشيء هذا من العصر الموحدين وحنا ماجيين. العصر الموحدين ما كانش في وسط الجزائر، كان في وسط المغرب. اذا حنايا كان عندنا من ديالنا من وسط المغرب ديالنا تقتبس هذا القفطان هذا. اذا جينا نعملوا المقارنه مع مثلا الجزائر اللي كيقولوا القفطان المغربي، ما عندهمش هاد لا ماتيغ بروميير هذه بعدا اللي عندنا حنايا. هما عندهم الاغلبيه الطرز والحجار. نقول لك انا، هي كل منطقه وعندها تقاليد ديالها. هي إذا خرجتي غير من هنا نفاس، عندنا الرباطي الفاسي، عرفتي؟ هي إذا خرجتي غير من هنا نفاس، مشيتي من هنا لتطوان، حنا قرابين من بعضياتنا. شدة طنجاوية ماشي هي شدة تطوانية. كاين واحد شوية التناسق، ولكن كومام هكذاك، وكل منطقة كل واحد عنده شي حاجة ديالو اللي هي ديالو فعلا. أما باش يقولوا القفطان المغربي هو جزائري، لا علاقة، لا علاقة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.